السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم وصفة البطاطا بالفرماج. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. عندي بطاطا بالقشرة تاعها غليتها ومن بعد واسيتها بهذه كراسيتها بهذه. عندي زوج حبات بيض، عندي لا شابلور، وعندي هذا الفرماج. شيت هذا الفرماج بيغبيغ، وعندي هاد العيدان تاع الاسكيمو، وعندي الاحشاب. عندي بصل مجفف والثوم مجفف، وعندي البيرسيل هو المعدنوس ثاني مجفف، وعندي سيبوليت. ندير هنايا البطاطا درت لها غير الملح، ونديرها هاد الاحشاب المنسمه. خلطت البطاطا تاعي، خلطتها مليح، درت هذوك الاحشاب. عدنوس يابس يتباع عند تاع اللي يبيعوا الاحشاب، والسيبوله ثاني تتباع عند تاع اللي يبيعوا الاحشاب. وعندي هنايا البيض درت له شويه ملح. البطاطا ديرها ندير دخل فرماج العود تاع الاسكيمو، ندير عليه البطاطا. أكلة سريعة وسهلة. البيض رمدها نديرها في البيض، ونزيدها نزيدها لا شابلور. لا شابلور ندير لها مليح لا شابلور. تنوجدهم كاع عادك باه نقليهم. نغطسها مليح في البيض، ونزيد لها لا شابلور. من كملهم نروح نقليهم، تنوجدهم كاع راح نقليهم. راني وجدت البطاطا تاعي والفرماج، ودروك نقليها، خليتها شويه. هذا وراني نقلي فيها. البطاطا تاعي وجدت بالفرماج، عندي جوج مغارف كاتشب، جوج معالق مايونيز، ندير معاهم غرفه صغيره تاع كاتشب. هذه اون صوص، هاد لاصوص ترافق مع هاد البطاطا، نخلطو. خلطت الكاتشب مع المايونيز. بالصحه والراحه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، وشكرا.